يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كما يعلم فضيلتكم أن من خرج على ولي الأمر وأثناء مطاردته ومحاصرته يقوم بالانتحار وقتل نفسه، السؤال هل يدخل هذا المنتحر في الوعيد الشديد الذي توعد فيه قاتل نفسه؟ بلا شك، بلا شك أنه يدخل. ما يجوز للإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال، عليه أن يسلم نفسه، ولو قتلوه، لو قتلوه يصير ما هو بالذنب عليه، يسلم نفسه. وإذا قتلوه فإن كانوا ظالمين فالذنب عليهم، على الظالم، وإن كانوا محقين فهو الذي تسبب على نفسه بأن يقتل، لكنه أخف. الذي سلم نفسه وقتل هذا أخف من الذي نحر نفسه وقتل نفسه والعياذ بالله. اللي يسلم نفسه يقتل ظلما هذا يكون شهيد، يكون شهيدا. أما إذا قتل نفسه فإنه يكون من أهل النار. شوف الفرق بينهم. أما الذي سلم نفسه ويقتل بحق فهذا هو الذي جنى على نفسه، لكن ما يعد قاتلا لنفسه، يعد مجرما ومذنبا. وأما نفسه فهو ما قتل نفسه. نعم.